مركز العشار بالبصرة، حياة طبيعية، ماكو أي ملامح للوباء بالعشار، ناس طالعة طبيعية، حتى كمامات ما لابسة، لكن باك شوفها لابس كمامة وشفوف. فتح الحظر وقت جزئي، نهار يعني بس النهار مفتوح مثل ما جاي تشوفون، وكأنما ماكو كورونا. دول عظمى مسوية حجر تام، حظر تام عفوا، واحنا اللي احتمال اذا وصلت اعداد المصابين عندنا كبيرة راح ماكو مستشفيات تكفيهم، نفتح الحظر. شلون خطوا هاي الخطوة، شلون فكروا بيها ما اعرف، بس هي رسالة لخلية الأزمة، راح تخلقون خل أزمة كبيرة، والأسابيع القادمة راح تحمل نتائج من أعداد مصابين كلش كبيرة. هاي مثل ما تشوفون وباء دول عظمى محتارة بي، وإحنا بالبصرة نفتح الحظر، والله ليستر من الجاي، بس الله لساتر من الجاي، وراح تصير عندنا اصابات كلش هواي.